حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمه حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها احد غيركم من اهل الارض ولا يصلى يومئذ الا بالمدينه وكانوا يصلون العتمه فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول